أهلا بحضراتكم، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم، وعاد الله علينا جميعا بالخير والبركات. النهاردة هو اليوم الخامس في الاستوديو التحليلي لدراما رمضان 2021، وموعدنا مع الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 اللي رجعتنا ليوم 14 أغسطس 2013. حلقة أنا بعتبرها من أهم وأخطر الحلقات اللي في المسلسل، اللي هنتكلم فيها عن كواليس وأسرار كتيرة جدا، وأسرار كتيرة بيزدل عنها الستار لأول مرة. حلقة مميزة جدا، حلقة سرية بالأحداث المؤلمة لينا جميعا، لسقوط كتير من الشهداء من رجال الأمن اللي ضحوا بأرواحهم علشان احنا حاليا نعيش في أمن وسلام. فض اعتصام رابعة، وزي ما حضراتكم تابعتوا في الحلقة وزيها في الحقيقة، كانت التعليمات بالفض السلمي وبدون طلقة رصاص واحدة، ولكن المعتصمين كانوا مسلحين وبدأوا باستخدام السلاح واستخدام قيادات الجماعة الإرهابية المعتصمين وأوهموهم بالثبات، وهم أول ناس هربوا بعد ما عرفوا بموعد فض الاعتصام. والجملة الشهيرة اللي كلنا سمعناها طبعا في الحلقة، كانت جملة مهمة جدا، لما قال لهم ثابتون صامدون ومعنا الله، وهم كانوا أول ناس هربوا. وبدأت الحلقة زي ما حضراتكم تابعتوا بالتخريب والحرق والمشاهد الحقيقية، وكان شعار الداخلية الفض السلمي وعدم ملاحقة المعتصمين والتعهد بخروج آمن وحماية كاملة. طبعا الحلقة بنشوف فيها فض اعتصام رابعة والنهضة، الحدث الأهم والأبرز واللي بيفكر دايما الجماعة الإرهابية بنهايتهم، وبيذكرهم كويس قوي بهيبة الدولة اللي ياما راهنوا على إسقاطها، بس الحمد لله ربنا حميها بفضل جيشها وشرطتها وشعبها. سريعا كده هتبدأ الحلقة اللي اتذاعت بدون أي فواصل إعلانية، وده طبعا لأهميتها، بالنداء الأخير اللي وجهته الداخلية للمعتصمين، والآخر لحظة كان بيتم مناشدة المعتصمين لإخلاء الميادين والتأكيد على حرص الداخلية على سلامة المعتصمين وتعهدات بعدم ملاحقتهم. ورغم كده شفنا عند كبير جدا، عند صريح جدا من القيادات، وتحريض على البقاء بل ومواجهة الأمن بالعنف. المواجهة كانت ظاهرة جدا في الحلقة وفي الفيديوهات اللي اتذاعت، وشفنا طبعا أول رصاصة انطلقت على الأمن لصديق أحمد مكي الملازم أول جودة، اللي جسد شخصيته وأبكانة الفنان الشاب فتح سالم اللي حضراتكم شايفين دلوقتي صورته معنا على الشاشة، في الوقت اللي كل عناصر الداخلية كانوا واقفين منتظرين فعلا إخلاء الميدان. الجماعة الإرهابية بدأت بالضرب، وهي اللي بدأت الأول. زي ما حضراتكم شايفين الصور للشهيد ملازم اللي جسد دوره الفنان فتحي سالم، وكان بصراحة يعني أبكانا كلنا. وشفنا كمان الضابط حنفي جمال الخاين اللي جسد دوره الفنان تامر الكاشف، وجسد بصراحة دوره بذكاء كبير جدا وبحرفية في الأداء، واللي هرب مع فض الاعتصام لأنه كان موالس مع الإخوان من البداية، وده كان ظاهر في الحلقات اللي قبل كده، لكنه شاف إن اللي بيحصل ده فتنة فهرب. وهنشوفه بعد كده في الحلقات اللي جاية وهو منضم للجماعة المنشقة من الداخلية. طبعا المسلسل كانت أحداثه متلاحقة وسريعة جدا. شفنا كمان الإرهابي يحيى موسى اللي جسد دوره الفنان تامر نبيل، وهو بيصدر تعليماته بتحرك الجماعة المسلحة على الكنائس في كل محافظات مصر، بالتزامن مع المعركة اللي كانت دايرة ما بين الشرطة والإرهابيين في رابعة. وشفنا تحرك عناصر منهم على قسم شرطة كرداسة في الواقعة الشهيرة لاقتحام القسم والتمثيل بضباطه. أحداث كرداسة دي كانت من الأحداث المؤلمة جدا، اللي كلنا طبعا لما شفنا المنظر فيها يعني كلنا طبعا كان البكاء هو المسيطر علينا في هذه اللحظات، وشفنا مناظر كانت مناظر يعني قاسية جدا علينا، كنا أول مرة نشوفها. جماعة الإخوان الإرهابيين تعمدوا يبالغوا في الأرقام عشان يكسبوا تعاطف بقية المواطنين معاهم، ويقولوا إن الداخلية قتلت 10,000 من أفراد الاعتصام،
وده طبعا ما كانش حقيقي، وده جنب التزامن مع احداث رابعة وكرداسة. شفنا كمان الهجوم على كنائس المنيا واقسام الشرطة، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة قدامنا هي لاقتحام الكنيسة وحرقها، وكانت من بين المشاهد الرائعة اللي خلت دموع الواحد بصراحة يعني تسيل بشكل حقيقي، هو تمسك احد افراد الامن اللي كان واقف لحماية الكنيسة، تمسكه بسلاحه بعد هجوم العناصر الارهابية عليه، وكان بيقول لهم لا الا سلاحي لانه شرف وامانة، وسمعناهم بيقولوا بمنتهى الجبروت هنموتك بيه. كانوا بيضربوا بعض وكانوا بيموتوا بعض وبيقتلوا ببعض، واي واحد كان بيفكر بالعقل بيبقى عنده رغبة انه ينسحب كانوا بيقتلوه، ويهموا الناس ان الشرطة هي اللي قتلته. شفنا طبعا طوال الحلقة الفيديوهات الحية الحقيقية اللي هتفضل شاهدة على جرائم الجماعة الارهابية على مستوى كل محافظات مصر، وعلى رأسهم المشهد الصعب اللي مش هيروح من مخيلتنا ابدا، وهو اقتحام وحرق اسم شرطة كرداسة واستشهاد ضباطه، وعلى رأسهم اللواء محمد جبر مأمور كرداسة اللي جسد طبعا دوره الفنان اشرف عبد الباقي ببراعة شديدة جدا، وكان يعني عامل الدور في البداية لما ظهر في الحلقة الرابعة كان عامله بخف الدم، لكن شفنا بقى الشكل المأساوي للأحداث في الحلقة الخامسة. وشفنا في الحلقة النهاردة كمان الإرهابية سامية شنن اللي كانت ضمن المتورطين في قتل شهداء كرتاسة، واللي ارتكبت فعل يعني بشع، فعل ما يعملوش شيطان، لأنها بتسقي ضابط تخيلوا عطشان مية نار. هذه الشيطانة البشعة صدر ضدها حكم بالإعدام شنقا وتخفف للمؤبد. شفنا طبعا أرملة الشهيد عامر عبد المقصود وجهت لها رسالة مؤثرة، قالت لها حكم ربنا مستنيكي. مشاهد كتير كانت مؤثرة وشخصيات كتيرة ظهرت لأول مرة في الحلقة، وعايز أقول لكم كمان جملة كانت من الجمل المهمة جدا، سلميتنا أقوى من الرصاص. دي كانت مقولة مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، لكن الواقع كان عكس كده تماما. قيادات الجماعة حرضت الشباب على العنف وأطلقوا الرصاص على الأمن، واختطفوا المواطنين وعذبوهم داخل مقر الاعتصام. كل المشاهد دي كانت موجودة في الحلقة النهاردة وكلنا تابعناها بشغف شديد جدا. طبعا العنف اللي بدرت بيه الجماعة الإرهابية ضد قوات الأمن أثناء فض الاعتصام كان الدليل عليه واضح جدا في الحلقة. ببساطة أجهزة الأمن ضبطت 803 متهم أثناء فض الاعتصام في القضية رقم 15899 لسنة 2013 إداري مدينة نصر أول، وطبعا المعروفة إعلاميا بأحداث فض اعتصام رابعة العدوية اللي كان فيها أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة استخدموها في مقاومة قوات الأمن أثناء تنفيذ قرار فض الاعتصام، واستهدفوا بيها بعض ضباط وأفراد الشرطة، وكمان أشعلوا النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته أثناء عملية فض الاعتصام، وده كان بهدف إحداث حالة من الفوضى وترويع المواطنين ومنع قوات الأمن من تنفيذ قرار فض اعتصامهم وتعمدهم تخريب المباني العامة المحيطة بميدان رابعة خلال اشتباكهم مع الشرطة. عشان كده صدر قرار من المحكمة بالإعدام شنقا لصفوة حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكي و68 آخرين، ده غير أحكام المؤبد لعدد كبير منهم. وبتنتهي الحلقة بتوعد عناصر الجماعة الإرهابية للوطن ورفع علامة رابعة، وشفنا شباب مازال لسه موهوم، وظهر من الوجوه الجديدة الفنان إبراهيم كمال وهو أحد الوجوه الجديدة اللي بيقدمها المسلسل، واللي بيدور بينه وبين صديقه مناقشة كانت بتأكد وهو بيرفع إيده ويشير بعلامة رابعة إنه مازال مخدوع بالوهم اللي عايشة فيه جماعة الإخوان الإرهابية. صورة يعني إبراهيم كمال وصديقه والمناقشة اللي ضارب بينهم اللي ظهرت في الحلقة بينت لنا حاجات كتيرة جدا، بينت لنا ان في ناس مازالوا مخدوعين،
طبعا المعاناة كانت كبيرة جدا أثناء فض الاعتصام، خاصة للسكان اللي كانوا في محيط منطقة رابعة. والمسلسل جاب لنا مشهد بتظهر فيه الفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة سلوى عثمان، وإزاي كان فيه ترويع لكل سكان محيط ميدان رابعة العدوية. شفنا كمان مشهد مهم جدا وجملة مهمة جدا: الخناقة دي مش خناقتنا احنا، بنحارب بعض، بيقولها الفنان مصطفى وسريع علشان يأكد انه اتخدع وان الاعتصام كان وهم عاش فيه مع شباب كتير جدا كانوا موجودين داخل اعتصام رابعة واعتصام النهضة. لكن على العكس بنشوف وبنسمع جملة تانية من القيادي الاخواني محمد كمال اللي بيجسد دور الفنان سامح السريطي، وهو بيقول: كل ما دوائر الدم زادت كل ما هيبقى فيه طار في كل بيت في مصر. ودي جملة بتأكد الإصرار على قتل الأبرياء أيا كان مين هم، والتخريب بأي حاجة في سبيل استمرار الاعتصام واستمرار وجود الجماعة الإرهابية. طبعا الحلقة زي ما قلت لحضراتكم كانت سرية بالأحداث وسرية بالمشاهد. طبعا الحلقة كان فيها أيضا الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل هادي الجيار اللي بيجسد شخصية أبو أحمد مكي، وظهر في مشهد قاعد فيه في قهوة وبيوضح للناس حقيقة اللي حصل بعد ما ناس كانت بتقول معلومات غلط. طبعا ظهر فيه بأدائه المتميز جدا والأداء الرصين والمؤثر جدا، الله يرحمه كان فنان محب لوطنه ومخلص ليه وأنهى حياته في عمل ملحمي وطني. المسلسل النهاردة في الحلقة الخامسة عايز أقول لكم إن هي بتعتبر من أفضل الحلقات حتى الآن اللي متزاعة على كل مسلسلات رمضان الدرامية. وفي نهاية الحلقة وقبل يعني ما سيبكم لازم نوجه كل التحية لشهدائنا من رجال الشرطة اللي استشهدوا في الأحداث. الملازم أول محمد جودة عثمان من رجال الأمن المركزي، والنقيب أشرف فايد من قوات الأمن المركزي، والنقيب شادي مجدي من قوات الأمن المركزي، والملازم أول محمد سمير عبد العاطي من قوات الأمن المركزي أيضا، والنقيب حسام بهي من قوات الأمن المركزي. تحية لأرواح ولاء الضباط الذين استشهدوا أثناء عملية فض اعتصام رابعة العدوية. واستشهد أيضا خلال الأحداث العميد محمد جبر من قوة مركز كرداسة، والنقيب هشام شتا معاون مباحث مركز كرداسة، والعقيد عامر عبد المقصود من مركز كرداسة، والنقيب محمد فاروق معاون مباحث مركز كرداسة. تحية لأرواح كل هؤلاء الشهداء اللي استشهدوا في أحداث الهجوم على المركز من قبل أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، وتم تمثيل بجثث بعضهم. واستشهد أيضا الرائد محمد فيصل من مركز أطفيح، والعقيد محمد هريدي، والعقيد مصطفى العطار من مركز مطاي، والنقيب حسام ياسر من مركز ملاوي، والنقيب محمد صفوت من مركز مغاغة، والملازم أول مينا عزت، والملازم أول باسم فاروق من قوة قطاع العريش. أكيد الحلقات اللي جاية من الملحمة الدرامية لاختيار 2 هنشوف فيها الشجاعة والبطولة والتضحية من قبل رجال الأمن المصري، والخسة والندالة والجبن والخيانة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية. تحياتي لحضراتكم جميعا على المتابعة، ورمضان كريم، وإلى اللقاء في استوديو تحليلي آخر لدراما رمضان. أشكركم.